حبابة كابتن وليد لجمهور الاهلي قوي ان احنا لينا فرادس حكايات. طبعا ده ياخدنا لنقطه مهمه جدا، ازاي كولر يفكر في الجيم ده؟ هل يروح بلقاءات سابقه تاريخيه للاهلي في ملعب رادس، انه ينزل ويهاجم الترجي ويضغط من قدام ويلعب ماتش هجومي مفتوح، ولا لا يكون متوازن متحفظ دفاعيا؟ ده يفرق مع اللعيبه، ما يفرقش مع مستر كولر. يفرق مع اللعيبه ان يديهم ثقه ان احنا لينا حكايات في رادس ومن على مدار الاجيال. انا واحد لما كنت في 2001 كنت كابتن النادي الاهلي في رادس، في الترجي تعادلنا معاهم، كنا تعادلنا في القاهره 0-0 وتعادلنا هناك 1-1 بهدف سيد عبد الحفيظ الشهير، ووصلنا نهائي افريقيا وشلت دوري ابطال افريقيا. يعني احنا في تونس يعني الحمد لله الاهلي متمرس. ده يفرق صحيح. مع اللعيبه يفرق مع لعيب زي مثلا مروان عطيه اول مره، مع مثلا اكرم، مع امام، بس لسه ده في البدايه. ده مش يخلي كولر يبقى مغامر؟ لا، يبقى لا بيلعب بشكل من اشكال الهجوم مثلا. لا، مش كولر، مش كولر، خلاص احنا حفظناه. راجل صبور جدا، متوازن جدا جدا، ما بيعملش اي حاجه فيها ريسك، بيستناك ويصبر يصبر يصبر عليك. حتى لو انت اخر مباراه مازيمبي، مش ممكن الصبر، مش ممكن يعني لغايه لما جه فينا جون. يعني الفكره هو بيصبر قوي لغايه نهايه المباراه. عشان كده بتفق مع الاستاذ حسن مليون في الميه انه مروان عطيه، اكرم توفيق، امام عاشور، ثلاثه صغيرين في السن. انا اتمنى بقى ايه؟ انا اتمنى ان احنا نهاجمهم يعني خصوصا في الاول. يعني ما نعملش فكره طب استنى امتص الحماس بتاعه، ما فيش حاجه. يعني احنا الامتصاص ده خلى نادي الزمالك يدخل فيه جونين، وقبل كده خلى النادي الاهلي يتلقى اهداف في مباراه الوداد. لا، انت شخصيه الفريق عندك بالعكس. ده انا العكس، عارف لو الترجي، لعيبه الترجي لقوا النادي الاهلي بيضغط عليهم من فوق، ولقى النادي الاهلي في اول خمس دقائق بيلعب لعب مباشر على الهجوم، والله لا يهروا في الملعب. ما ايا كان مين، ولا ايا كان جمهورهم، وايا كان خبراتهم، لكن هي الفكره ان انت واخد ارث. ده الاهلي اللي بيكسبني هنا على طول، ده الاهلي اللي بياخد مني البطوله، ده الاهلي اللي على طول في، فانت يعني غصب عنك هتصدر لهم هم ضغوط وتخوف. بالظبط. انا يعني انا شخصيا ما بحبش ابدا السيناريو اللي هو بتاع ايه، سيب لهم اول 10 دقايق ربع ساعه وارجع نص ملعب. بس ده اللي هيحصل، يعني هو ده اللي هيحصل. بس انا يعني انا بقول رؤيتي انا كمدرب، يعني ماليش دعوه. بس هي الفكره، لا بالعكس، ده انت اعمل اول 10 دقايق ربع ساعه طير عليهم هناك، واعمل ضغط عالي واديهم هزه جامده ان كل واحد يخاف قوي لما يباصي لا تتقطع، لان حسين الشحات هيروح بيها، او بيرسي تاو هيطير بيها، او سامع ابو علي، او علي فانا خد بالك لسه الهدف بهدفين في افريقيا. بس افريقيا لسه الهدف بس بهدفين. امريكا الجنوبيه واسيا واوروبا لغوا. لا لا، العالم احنا كله. احنا متفردين يا استاذ. طبعا. وفي اقول لك على حاجه وخد عليا يعني كده سلوجن بقى بالمره، العالم كله هيلغي الفار الا احنا. بجد والله؟ والله، عشان نظريه المؤامره اللي عندنا، احنا هنفضل بالفار حتى لو العالم كله لغاه. والعالم هيروح هيلغيه. ده في اجتماع، ما اعتقدش ان هم هيلغوه. هتشوف في اجتماع احنا لسه مع بعض في يناير لرابطه للانديه الانجليزيه كلها لمناقشه الغاء الفار.